الغادرة التي ارتكبتها القوات الأمريكية البارح ضد قواتنا من الجيش العربي السوري. رافعين أعلام الجمهورية العربية السورية وبهتافات تؤكد دعم صمود السوريين بوجه العدوان الإرهابي، احتشد المئات من مختلف الأحزاب الوطنية والتقدمية وعددا من المنظمات والجمعيات التونسية منددين بالعدوان الأمريكي على سوريا. تنظيم الوقفة هذه مساندة للشعب السوري، مساندة للدولة السورية ضد العدوان اللي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، واللي نعتبره هجمة استعمارية ضد سوريا تأتي في إطار دعم الإرهاب مش محاربة الإرهاب. حركة الشعب التونسية أكدت في بيان لها أن إقدام الولايات المتحدة على شن العدوان يندرج في سياق اصطفافها الدائم إلى جانب العدو الصهيوني، في اللحظة التي يواصل فيها الجيش العربي السوري وحلفاؤه تحقيق مزيد من التقدم في الحرب على التنظيمات الإرهابية. الاحتجاجات على العدوان الأمريكي على سوريا امتدت إلى العاصمة البريطانية لندن والولايات المتحدة ذاتها، حيث تظاهر مئات الأمريكيين وسط نيويورك معبرين عن غضبهم من العدوان السافر على سوريا. أنا هنا الآن لأنه لا يحق لدونالد ترامب والحكومة الأمريكية إلقاء الصواريخ على الشعب السوري، قصف بلد ليس بمساعدات إنسانية. المتظاهرون الذين احتشدوا أمام برج ترامب بنيويورك حاملين لافتات تندد بالعدوان الأمريكي، طالبوا الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شؤون سوريا والدول الأخرى، في مشهد واجهته الشرطة الأمريكية بالاعتداء على المتظاهرين. اعتداء الشرطة الأمريكية فشل في منع المحتجين الأمريكيين من التعبير عن آرائهم التي شددت على رفض العدوان الأمريكي على سوريا.